بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الإيمان بالله والاستقامة. هذه الترجمة أخذها من هذا الحديث، حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه، لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، فأمره بالإيمان والاستقامة، الإيمان بالله والاستقامة. قال عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير، وعظيم رغبتهم فيه. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قل لي في الإسلام قولا جامعا وافيا، لا أحتاج بعده إلى السؤال، أن أسأل أحدا غيرك أو أحدا بعدك. وهذا نابع من حرصه العظيم رضي الله عنه على الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له جماع الدين، لأن الذي طلبه سفيان هو قولا في الإسلام جامعا وافيا، فجمع له عليه الصلاة والسلام الدين في كلمتين، واختصره له في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. ولهذا هذا القول من نبينا عليه الصلاة والسلام معدود في جوامع كلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، ألفاظ يسيرة تحوي معاني جليلة. فهذه الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم حوت الدين كله، حوت الدين كله، عقيدة وشريعة، علما وعملا. وقوله قل آمنت بالله، قل هذا الأمر، القول إذا أطلق، القول إذا أطلق الأمر به، فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان. إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان، وأما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، ويقولون في أنفسهم، ويقولون بأفواههم. إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل
قول القلب وقول اللسان. قل آمنت بالله، قولوا آمنا بالله، الذين قالوا ربنا الله. القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. فالمعنى قل آمنت بالله أي قلها بقلبك معتقدا مؤمنا، وقلها بلسانك ناطقا متلفظا آمنت بالله. آمنت بالله هذه أصل الدين وقاعدته، وقيام الدين كله على هذه الكلمة آمنت بالله. آمنت بالله ربا خالقا متصفا بعظيم الصفات وكامل النعوت، وآمنت به معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، فأفرده بالعبادة وأخصه بالطاعة وأوحده ولا أجعل معه شريكا، وأطيع أمره وأنقاد لشرعه. نظير آمنت بالله هنا ما جاء في آيتين من كتاب الله عز وجل في فصلت والأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله هذه مثل آمنت بالله. ولهذا في بعض روايات الحديث قل ربي الله ثم استقم، فآمنت بالله مثل قالوا ربنا الله. قالوا ربنا الله المقصود الإيمان به، قالوا ربنا الله المقصود الإيمان به معبودا، فيفرد بالعبادة ويخلص له الدين وحده سبحانه وتعالى ولا يجعل معه الشريك. ويدخل في الإيمان بالله ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، فمن لا يؤمن بما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به لا يكون مؤمنا به. قل آمنت بالله، آمنت بالله ربا، آمنت بالله متصفا بالصفات العظيمة، آمنت بالله معبودا أفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، آمنت بالله خاضعا له مطيعا ممتثلا منقادا، آمنت بالله مؤمنا بما أمرني سبحانه وتعالى بالإيمان به. هذه كلها داخلة تحت قوله آمنت بالله، قل آمنت بالله. ثم استقم، استقم أي على هذا الإيمان. المقصود بالاستقامة الثبات واللزوم، لزوم الاتصال بهذا الوصف الذي هو الإيمان بالله إلى الممات، هذا المقصود بالاستقامة. وألا يعوج المرء عنه يمينا أو شمالا، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال لا يروغ روغان الثعلب، لا يروغ روغان الثعلب، يعني لا ينحرف عنه يا ذات اليمين أو ذات الشمال، بل يكون على الاستقامة. والمقصود بالاستقامة لزوم الصراط المستقيم كما في الآية اهدنا الصراط المستقيم، وكما في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب وفي الأبواب ستور مرخات وداع يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا
وداع يدعو من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا مثل عظيم يبين كيف تكون الاستقامة، وأنها بلزوم الصراط ولا يدخل مع هذه الأبواب الكثيرة التي على يمين السالك ويساره تخرجه عن الصراط. فالاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم وعدم الانحراف عنه يمينا أو شمالا إلى الممات، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، هذه مثل آمنت بالله هنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مثل ثم استقاموا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استقيموا على ذلك إلى الممات وداوموا على ذلك إلى الممات. نعم. قال رحمه الله باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آيات النبي المراد بها علامات النبوة، علامات النبوة، الآيات أي التي ظهرت أو أظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه دالة على صدقه وصدق ما جاء به وأنه مرسل حقا من رب العالمين، وهي آيات كثيرة. بعض العلماء جمعوا ما ورد في الباب فكان في مجلدات ألف في ذلك مؤلفات بعنوان دلائل النبوة، دلائل النبوة، دلائل النبوة أي آيات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآيات تفيد من لم يكن من أهل الإيمان بأنها تدعوه إلى الإيمان وتحرك في قلبه الإقبال على هذا الدين الذي جاء به. ولهذا سيأتي على من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، لأن هذه آيات تحرك من أراد الله به خيرا فيهتدي لما يرى تلك الآيات، مثل الآية التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد موسى أن العصا التي بيده تحولت إلى حية حقيقية تسعى وأكلت كل ما جاء به السحرة. آية باهرة جدا داعية للإيمان، محركة في القلوب إلى الإيمان. ولهذا السحرة مباشرة منذ أن رأوا الآية وعاينوها آمنوا مباشرة بالله سبحانه وتعالى. في أول النهار سحرة كفرة، وفي آخره مؤمنين بررة، وأعدادهم ليست قليلة. بعض كتب التفسير قالوا أنهم يزيدون عن 30,000، أعداد ليست قليلة. كلهم تحولوا إلى مؤمنين، ومؤمنين أقوياء في إيمانهم لما رأوا هذه الآية الباهرة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام. فالآية تفيد غير المؤمن بأن يهدى إلى هذا الدين،
وتفيد المؤمن أيضا. المؤمن تفيده هذه الآيات عندما يسمع بها أو يراها أو يقرأ عنها، عندما يقرأ المسلم في كتب الدلائل آيات النبوة، هذه تزيد إيمانه، تزيد إيمانه وتقوي من يقينه، لأنه يرى أشياء عظيمة جدا باهرة تدل على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والعلماء بسطوا هذه الآيات في مفردات خاصة، في مؤلفات خاصة. قال: باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدالة على نبوته وصدق ما جاء به والإيمان به. الإيمان به عليه الصلاة والسلام تبع للإيمان بالله، ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان به من الإيمان بالله، وطاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الإيمان به تبع للإيمان بالله، ولهذا في الآية قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها توابع للإيمان بالله. الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وهذه الأصول تبع لهذا الأصل العظيم. والإيمان به وبالرسل هذا ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الدين التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى أيده بآيات دالة على نبوته وصدقه وأنه مرسل من رب العالمين. ما من نبي بعثه إلا وبعث مؤيد بآيات. أعطي أي أعطاه الله وأمده من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي كافية ومقنعة وحجة ظاهرة داعية للإيمان. ولكن من لم يكتب له سبحانه وتعالى، لم يكتب له الهداية، فإن الآيات والنذر لا تغني فيه شيئا ولا تجدي فيه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. هنا يذكر ما ميزه الله وشرفه به وخصه عليه الصلاة والسلام وأكرمه به، أن الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، أي من الآيات، وحيا أوحاه الله إليه. هنا ذكر فرق بين آيته وآيات الأنبياء من قبله، ذكر فرقا بين آيته وآيات الأنبياء من قبله، وهي تتناسب أيضا مع بعثته وبعثتهم. كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى بعثه لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه رحمة للعالمين وختم به النبوات، ولا نبوة بعده، ولا رسالة. نبوته خاتمة النبوات، ورسالته خاتمة الرسائل، وكتابه خاتمة الكتب. فكان
الآية التي أيده الله سبحانه وتعالى بها تتناسب مع بعثته عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث رحمة للعالمين وأرسل للثقلين الإنس والجن. يختلف عن النبوات، يختلف في هذا عن نبوات الأنبياء قبله، ولهذا نبوات الأنبياء قبله انتهت في أوقاتها، انتهت في أوقاتها، وهي مناسبة لتلك الحال أن أرسلوا إلى أقوام معينين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس أجمعين إلى قيام الساعة، وكل الناس من بعد بعثته إلى قيام الساعة كلهم أمته، التي أمة الدعوة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق يراد بها الدعوة، أمة الدعوة يراد بها أمة الإجابة، فكلهم أمته، وليس الإنس فقط بل حتى الجن، فكلهم أمته الإنس والجن، مبعوث للعالمين، وبعثته للعالمين ورسالته للعالمين إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالوحي الذي أوتيه يتناسب مع هذا الحال التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث رحمة للعالمين وللناس أجمعين إلى قيام الساعة. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. والوحي الذي أوحاه الله إليه هو محفوظ، وهو معجز، غاية الإعجاز، آية باهرة، وتحدى الله سبحانه وتعالى فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم في ذلك، أو أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم، أي أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وهذا أكرم الله به سبحانه وتعالى نبيه، فأمته أكثر الأمم، ويوم القيامة يكاثر عليه الصلاة والسلام بأمته الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل أمته أكثر الأمم وخيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم أورد هذا الحديث في بيان عموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن بعثته للناس كافة، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أرسل رحمة للعالمين. فهذا الحديث من أوضح ما يكون دلالة على ذلك. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. من هذه الأمة، المقصود بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمة إذا أضيفت إليه، أمة محمد، الأمة إذا أضيفت إليه تارة يراد بها أمة الدعوة، وتارة يراد بها أمة الإجابة، وهذا يعرف من السياق. فهنا المراد بالأمة أي من بعث فيهم، فهو يتناول الناس في زمانه إلى قيام الساعة، ليس خاصا بالناس في زمانه،
بل هو يتناول كل أمته منذ بعث إلى قيام الساعة، كل هؤلاء أمته وكلهم داخلون تحت قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يقصد من هذه الأمة الناس الذين في زمانه وبعث فيهم، بل يقصد من هذه الأمة أي أمة الدعوة، وهم الناس الذين بعث فيهم من زمانه إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء يتناولهم هذا الذي ذكر في الحديث. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خص اليهود والنصارى، قال يهودي ولا نصراني لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل الكتاب، ومع ذلك قال فيهم ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وهذا فيه التنبيه على أن غير هؤلاء من باب أولى، المجوس والوثنيين وغيرهم من باب أولى، إذا كان هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الحال فيهم هي هذه، أن من يسمع به ولا يؤمن به فحق على الله أن يدخله النار، وهذا فيه أن شريعته عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع التي قبله، فلا شريعة بعده، ولا شريعة مع شريعته، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم الناس بالإنجيل، وإنما يحكمهم بالقرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فجاءت شريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع التي قبله. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا المعنى الذي في هذا الحديث جاء في القرآن، هذا المعنى الذي في هذا الحديث جاء في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا مثل قوله ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، مثله تماما قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم. قال رحمه الله عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني هذا خذ هذا الحديث بغير شيء
فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. ثم أورد هذا الحديث أن الشعبي رحمه الله تعالى وهو من أجلة علماء التابعين سأله رجل من خراسان فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، هو كالراكب بدنته. هذا حكم يعني كان يقال عندهم في خراسان مبني على قياس فاسد وفهم خاطئ ومبني على غير دليل. وهكذا منذ القدم يشيع أحيانا في بعض المجتمعات أحكام وتكون ليست مستندة إلى أصل ولا وليست قائمة على دليل، ويستمسك بها الناس كأنها جزء من دين الله. فهذا الذي فعله هذا الرجل من أهل خراسان أتى إلى الشعب يسأل عن هذا الذي عندهم، هذا من الخير العظيم أتيان أهل العلم والرجوع إليهم واستفتائهم وسؤالهم. فهذا الرجل سأل قال إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. الراكب بدنته الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هي النوق التي أهداها أصحابها إلى البيت العتيق. فالبدن المهدات يكره ركوبها، وهؤلاء يقولون إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو مثل الذي أهدى بدنة إلى البيت وركبها، أهدى بدنة إلى البيت وركبها، وهذا قياس خاطئ فاسد. فالذي أعتق أمته، الذي أعتق أمته أحسن إليها بهذا العتق وحررها وأحسن إليها بذلك، وإذا تزوجها أحسن إليها أيضا بهذا الزواج، لأن زواجه لها مزيد إحسان وإكرام وإكرام لها. فيختلف عن ركوب البدنة والقياس الفاسد الذي كان من هؤلاء وبنوا عليه هذا الحكم. وهذا الحكم الذي هم بنوا هذا القياس الفاسد مصادم لحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر أن هذا الصنيع فيه ثواب عظيم وأن الذي يفعل هذا له أجر مرتين، وأولئك يمنعون منه، أولئك يمنعون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى أجر مرتين، أولئك يمنعون منه بناء على قياس فاسد وخاطئ. فأورد له الحديث فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وهذا الباب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من يؤتى أجرهم مرتين، هذا باب واسع ورد في آيات كثيرة وأحاديث، والسيوطي أظنه جمع رسالة في هذا من يؤتى أجره مرتين، أفردها في رسالة وجمع فيها الآيات والأحاديث التي ذكر فيها هذا الثواب من يؤتى أجره مرتين. فهنا ذكر ثلاثة، والثلاثة هنا ليس حاصر بل هناك خصال كثيرة جاءت في نصوص أخرى في الكتاب والسنة. قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران وهذا هو الشاهد
الحديث، شاهد من الحديث للترجمة، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كان من أهل الكتاب مؤمنا بالكتاب السابق المنزل على موسى ثم أو الكتاب نزل على عيسى ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فهو يؤتى أجره مرتين، والثاني عبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده، أدى حق الله طاعة لله عبادة وصلاة وقياما بطاعة الله، وحق سيده قام بعمل سيده على الوفاء والتمام، فهذا يؤتى أجره مرتين. ورجل، وهذا موطن الشاهد من إيراد الشعبي للحديث لذلك السائل، قال ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها ثم أعتقها فتزوجها، قال فله أجران. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجران، وأولئك كانوا يقولون الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، ما يجوز يقولون ولا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى أجره مرتين، ليس فقط جائز، لا، يؤتى أجره مرتين، مرة على الإحسان إليها تأديبا وإكراما ثم عتقا، هذا جانب، والإحسان الثاني الزواج، تزوج بها هذا باب آخر، باب إحسان إليها، إلى هذه المرأة يجعلها في 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 كنفه ولها حقوق الزوجة، هذا إكرام لها وإحسان إليها، فله أجره مرتين، له أجران. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني بغير جهد وبغير تعب، قال لها كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة وأنت واصل عندك في مكانك، خذه بدون شيء، يعني بدون جهد وبدون تعب بدون رحلة، وقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، وهذا إشارة من الشعبي أن هناك همم عالية في الطلب، يرحلون لحديث واحد، قال فيما دون هذا، يرحلون لحديث واحد من 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 الشام إلى المدينة، من العراق إلى المدينة، من مصر إلى المدينة، مناطق مختلفة، يرحل من أجل حديث واحد، كذلك من المدينة إلى مثلا الشام أو إلى المناطق الأخرى، كانوا يرحلون إلى حديث واحد، فيقول خذ هذا جاءك بدون جهد بدون تعب، خذ هذا الحديث بغير شيء، أي بغير تعب بغير جهد. هذا حقيقة الحديث فيه عبرة في مسألة مهمة جدا، إذا كان هذا في زمن التابعين يعني يحصل أن الناس يعني في بعض المجتمعات يشيع بينهم حكم خاطئ ويصبح كأنه شرع ويستدلون عليه استدلالات خاطئة، فكيف بزماننا هذا؟ كيف بزماننا هذا؟ وأيضا العبرة الثانية أهمية الرجوع إلى الأكابر من أهل العلم أهل البصيرة بالكتاب والسنة، فالشعبي لما سأله مباشرة ساق له الحديث، حتى إن الشعبي ما تكلم بشيء من كلام نفسه وإنما مباشرة ساق الحديث، وهذا أيضا يستفاد منه أن 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 وهذا سبق الإشارة إليه، أن السائل إذا كان يفهم فإنه يكتفى في ذكر الحكم له بسوق الحديث فقط، يكتفى في ذكر الحكم، ما يقال له الحكم كذا وكذا والدليل كذا، وإنما يساق الحديث ويسمع الحديث فإذا كان يفهم يعرف الحكم، وهنا ساق له الحديث والحكم واضح، اعتقها وتزوجها له أجران، هذا نص واضح، ما يحتاج إلى أن يقول له في أول الكلام هذا مباح ولا شيء فيه والدليل كذا،
فإذا كان السائل يفهم يكفي أن يساق له الحديث مثل ما صنع الشعبي وتقدم لهذا نظير. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك.